واحد دراش لي كان مريض كيدير دياليز، هو كان خدام انا وانا كنت خدامه معاه، وهذاك الدري كان هو خدام معانا. اليوم هذا الراجل توفى، توفى ونامس نهار اثنين في الليل مع ثلاثه الليل، يا من الصبح هما واقفين لنا هنا. واليوم دابا عاد كانوا هنا قالوا لي تخرجي من المحل، وانا راه خلى لي هذا الراجل المحاجر. اليوم كنطالب من الله وجلاله الملك وقف معايا، انا صافي انا ما حطيتش ما نجيبش ريال، من انا كنت كندير ديك 10 دراهم خدامين انا، ينصفوني ويعطوني الحقوق دي ولولادي وديولي، انا ما حطيتش ما حطيتش ما ندخلش ريال، هو انا 15 عام هو كيدير دياليز. دابا مني مات نهار الاخر صبحوا واقفين علينا با يجروا علينا، ما حنا فين غندو هاد الدراري؟ غير هاد الدراري فين غندوهم؟ حنا ما عارفينش غندو هاد الدراري، واش حنا نمشيو نخرجوا للزنقه نمشيو نطلبوهم نمشيو نبيعوا راسنا شنو نديروا؟ ما عرفنا شنو غنديروا حنايا. انا كنعاني اخويا من انا خدام هاد شحال من سنين، من 2011 خدام هنا، كنت انا كندير غير كروسه بحالي بحال الناس كندير الديسير. جا هما من العيا ملي مرض بالدياليز وعيا ما بقاش قاد، قال لهم ودي انا راه جيبوا لي شي حد اللي يخدم اللي يعاونكم. مشات جا عندي انا قال لي ودي تعاون معايا، وداك الشيء كانت هذيك الساعه باقي كمان مناسب معاهم. جيت هي هذيك خدمت معاهم هنا، بقيت خدام بحال هكا. واحد شويه السيد ملي تعرفت انا على المراه عندي دابا اللي هي هذه البنت ديالو، تعرفت عليها لمده شي 8 شهور هنا. مشيت قدمت لي راسي قلت له ودي راه انا بغيت نتزوج بنتك وداك الشيء. المهم هذا الشيء لا علاقه من هذه الهضره، المهم تعرفنا عليها تزوجتها وداك الشيء. ملي جيت دابا قال لي انت شنو الصفه عندك باش دير هنا؟ قلت له انا عندي الساروت. قال لي شكون عطاك الساروت؟ قلت له انا الساروت راه شادو انا شادو مع نسيبي ومن راه خدام انا، انتم اللي عيطوا لي وانتم كدو الشهر من عندي انا، وتا الوراق ديال جيب لي داك ديال الضو اللي داخل، تا من الوراق ديال الضو كنخلصهم انا. جاو هما قابلوا 4 شهور معايا هنا كيخلصوني 1500 مرة، يعطوني 1500 مرة 1600، واحد اللحظة ما بقاو يبينوا لي والو. من شهر واحد للآخر في 20 في شهر واحد ما بقاو كيمدوا لي والو، ولاو كيكلفوني أنا بين نخلص الضو ونخلص هذاك الشيء. فيما كنجي عندهم كنقول لهم عطوني، كيقول لي حتى من بعد غنحيدوا هذا المشكل مع هذا السيد الأول اللي عنده الوراق، وأنت ما عندكش الوراق راه مشكل نعطوك شي حاجة ولا هذه بالتراضي ولا هذه. قلت لهم واخا، بقيت صابر. دابا ملي جاو عندي مات السيد والبارح جاو عندي قال لي شنو الصفة عندك هنا؟ قلت له أنا راه خدام معاكم أنا شحال من عام هنا، من 2011 بغيت تنكروني. تدخلوا هاد الناس كاملين اللي كتشوفوهم هنا، تدخلوا كاملين في شهادة الحق. هي هذه كنطلب أنا كناشد لجلالة الملك وكناشد الله الأول جلالة الملك وهاد الناس المحسنين كاملين اللي واقفين معانا ينصفوا غير هاد السيدة. هاد السيدة نصفوها بحال نصفوني انا، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنطلبوا. ولاد ها انتم باقي صغار، راه هي تما ما عندهاش فين تمشي، واش مشيت تطلب مشيت تسعى مشيت دير شي حاجه خايبه باش الناس تبدا يضحكوا عليها؟ احنا هادشي اللي بغينا. خويا السيد بحال الله مات هذا بيومين، السيد هذا جاو ليهم هنا قال لك من الحانوت ولا ما عادش من الحانوت، باقي الناس باقيين كاع ما قادوا داك الشيء ديالهم، راه المراه فينا هي كتبكي الناس كيبكوا. حتى اش هادشي هذا اش هادشي؟ من نهار انه هو كاين هنا داك السيد خاصهم يديروا معاه شي حل، خاصهم يديروا معاه شي حل اخويا، وحق الرب ما كتب عليك. اش يباتوا في الزنقه راه ما عادهمش، راه هادشي باش عايشين هما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.